الإنجليزي يعاقب مدرب أستون فيلا فول لامبارت بالإيقاف لمباراة واحدة وتغريمه 8000 جنيه استرليني. يصرف الاستثماري البحريني وقع عقد شراء النادي ليدز يونايتد الذي يلعب حاليا في الدرجة الإنجليزية الأولى. بيان النادي الإنجليزي قال إن المصري المهاجم الإيفوري ديدي دروغبا يقدم طلبا رسميا للفيفا للموافقة على انتقاله على سبيل الإعارة لنادي آخر خارج موسم الانتقالات. دروغبا يلعب حاليا. بدأ المدرب المصري هاني رمزي مشواره مع فريقه الجديد ليفرز أو ليرز البلجيكي الذي تعاقد معه مؤخرا ليكون بذلك أول مدرب مصري يعمل في أحد. إلى ختام نشرتنا الرياضية. كان قد أعلن إقالة ديماتيو ساعات بعد خسارة الفريق الثقيلة أمام يوفنتوس في تشامبيونز ليج. إدارة تشيلسي ذكرت أن نتائج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن فتح تحقيق مع لاعب نادي شختار الأوكراني لويز أدريانو بسبب الحادثة التي شغلت العالم في مباراة الفريق أمام نورتشلاند الدنماركي. ريو فيرديناند استغل إقالة روبرتو ديماتيو من تدريب تشيلسي أفضل استغلال ليشيد بالاستقرار الذي يتمتع به فريقه مانشستر يونايتد. فيرديناند وصف